حاجة تانية، وهو أن قناة ال تي سي تلجأ إلى رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب عدم تنفيذ حكم عودة القناة النهائي البات، اللي هو يعني استنفاذ كل الدرجات. الدكتورة سميرة الدغيدي لجأت إلى كل الجهات. سميرة عبد الوهاب السيد محمد الدغيدي بصفتها رئيس مجلس الإدارة والعيادة المنتدب لقناة لايت الفضائية ال تي سي لجأت بتشتكي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي لم يحترم تنفيذ الحكم القضائي النهائي الواجب النفاذ. تشتكي لكل الهيئات، لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشتكي لي، بتشتكي لفخامة رئيس الجمهورية، بتشتكي إلى معالي رئيس مجلس الوزراء، بتشتكي إلى رئيس المخابرات، بتشتكي إلى وزير الاستثمار والتعاون الدولي. عملت كل إجراءات وعملت إنذارات لكل الناس اللي في المجلس الأعلى للإعلام الذين تقاعصوا عن تنفيذ هذا الحكم، وهم الإذاعية الكبيرة نادية مبروك، منى طعيمة، محمد عبد السلام، مجد عبد الفتاح، أستاذنا الكبير الأستاذ عبد الفتاح الجبالي، صالح عبد السميع، سوزان يوسف، أستاذنا الناقد الكبير حاتم زكريا، أستاذ جمال شوقي، أستاذة هدى عبد المنعم، مصطفى عبد الواحد، محمد لطفي عبد الباقي، الأستاذ مكرم محمد أحمد، كل الناس دول أعضاء المجلس الأعلى للإعلام اللي هو مفترض تنفذ الحكم، حكم نهائي واجب النفاذ، ما يتنفذش ليه؟ هل الست دكتورة سميرة الدغيدي هل عشان مرتضى ضدها تاخد حكم نهائي بات واجب النفاذ ولا ينفذ؟ عملت ايه؟ عملت رفعت قضية كمان على مكرم محمد احمد عشان ان هو غير ملتزم بتنفيذ الحكم، اللي هو يعني ايه؟ الحبس يا العزل كموظف عام. ثم لجأت الى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الاستثمار وكل أجهزة الدولة المعنية والرقابة الإدارية والمخابرات وكل الدنيا. ليه الناس دي ما بتحترمش تنفيذ الحكم؟ احنا في دولة قانون، ودولة القانون يجب أن تحترم تنفيذ الأحكام. لو في حاجة يبقى الناس دي خلاص تقولوا لهم، تجيبوهم وتقولوا لهم القرار مش هتطلع عشان 1 2 3 4. لكن حكم نهائي بات واجب النفاذ لم يكن أمام الدكتورة سميرة الدغيدي إلا أنها تلجأ الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباذن الله ربنا هينصرها ورئيس الجمهورية سينتصر لها، لان مش ممكن الناس تبقى خايفة من مرتضى وما تنفذش حكم قضاء نهائي. تم استنفاذ كل درجات التقاضي. طب ليه؟ طب ليه؟ ومستوفاء كل شروطها ومعاها رخصة القناة وكل الحكاية. ايه بقى الحكاية؟ ايه الحكاية؟ هل هناك شخصيات أكبر من الأحكام القضائية والقانون؟ لا طبعا. فأتمنى أتمنى أتمنى على الدولة المصرية وكافة المسؤولين احترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها، وسرعة تنفيذها، لأن ده ما يرضيش ربنا. وزير الاستثمار والتعاون الدولي له شكوى، السيد رئيس الجمهورية له شكوى بتشرح فيها، رئيس مجلس الوزراء تلتمس لرئيس الجمهورية ان الناس تحترم الاحكام القضائية، رئيس هيئة الرقابة الادارية، كل ده عامله الدكتور كمال شعيب اللي هو مركز مشورة نيابة عن الدكتورة سميرة الدغيدي طبعا باسمها وكل حاجة لتنفيذ الحكم القضائي. مش ممكن، الصلة التنفيذية موجودة والحكم موجود ويشرد الناس ولا نحترم أحكام. والأهم من تشريد الناس هو إرساء دولة القانون التي ينادي بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إرساء دولة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية. حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، يبقى نفذه، أنفذه. لم يعد أمامهم إلا اللجوء إلى رئيس الجمهورية وإرسال إنذارات لكل أعضاء المجلس الأعلى للإعلام بقيادة الأستاذنا الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد. نتمنى ليه؟ ورغم ان موجود مستشار قانوني المستشار احمد عبد العزيز القاضي بمجلس الدوله والحكم من الاداريه العليا. طب ليه؟ ليه خايفين من ايه؟ مرعوبين من مين؟ بتعملوا حساب لمين غير القانون؟ هو ده السؤال. وباذن الله ربنا ينصر الدكتوره سميره الدغيدي، واؤكد مره ثانيه وعشره انا اتبنى هذه القضيه ولن اعمل في قناه ال تي سي.
ولا انا مبسوط كده خلاص، انا طلقت الفضائيات خلاص، مش عايز فضائيات خلاص، انا مبسوط كده وعندنا افكار اخرى وحاجات تانية. هرد على اسئله حضراتكم وعلى السريع. هو كريم نتبت فين؟ خف من الاصابه ويرجع بالف سلامه. بيراميدز 2 كان عنده واحد مطرود من الفريق المنافس النيجيري والدنيا ماشيه كويس. هو مؤتمر مرتضى الساعه كام ما اعرفش، بس هو سجل فيديو، لكن الاجتماع انتهى وتم التاكيد على ان هو هياجلوا القرار لحين الاجتماع مع ميتشو، بكره يقولوا تجديد الثقه في ميتشو، وميتشو مش ماشي، ميتشو قاعد ومكمل، وده قرار صائب حق ربنا. مش معنى ان انا عندي خلاف مع مرتضى لما ياخد قرار صائب اقول له لا ده قرار غلط. ما تمشيش ميتشو لكن حل له مشاكله، خلي اللعيبه ترجع تلعب بقلبها زي ما لعبت في الكاس، خليها ترجع تلعب بقلبها. وخسرت ماتش مش نهايه العالم في بيرا في مازيمبي قدامها 15 نقطه، والبطوله اللي فاتت كنت انت في القاع وبقيت في القمه وخدت البطوله. فالمهم هي تهيئه المناخ الجيد للفوز بالبطوله. بيراميدز 3-1 ماشي يا عم بالتوفيق. حسين السيد، حسين السيد مش هيشمها في الاهلي وخلاص، لو جاله حاجه في يناير هيمشي، لكن اتناسى، عاوز يروح الزمالك وعمل اتفاق مع الزمالك هيروح. الموسم ده هو اخر موسم. احمد فرج بحبك يا يمكن احبك الله الذي احبتنا فيه. اخبار شكوى الاهلي، انت لسه بتسال؟ ده لسه الموال طويل، وانت فاهم ان الاهلي يقدم الشكوى يرد عليه على طول. ما احنا قلنا اهو ان الحكم ادار مباراتين للاهلي متتاليتين، وهذا ما يخالف اللوائح. دمتم في امان الله، سلام عليكم.